السلام عليكم يا اخوان. فيديو جديد، فيديو اللي غادي نحاول نعطيكم فيه الاختيارات، شنو هما الاختيارات اللي عندنا ديال الهواتف في الفئه ديال 1500 درهم، الفئه الاقتصاديه ديال هذا الثمن هذا. بزاف ديال التليفونات متوفرين عندنا ب 1500 درهم، وكل واحد وفاش كيتميز وفاش كيتفوق. في هذا الفيديو غادي نحاول نعطيكم الاختيارات ونعطيكم كل واحد فاش كيتفوق، باش تعرفوا التليفون اللي يناسبكم اللي يناسب الاحتياجات ديالكم. وكما هي العاده ديروا لايك زوين ديالكم، واللي مازال ما مشتركوا مهتم بالمحتوى نذكركم مره اخرى اشتركوا وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ان شاء الله. يلا نبداو. رجعت لكم جديد. الفئه الاقتصاديه كتوفروا فيها بزاف ديال التليفونات، الفئه الاقتصاديه مختلفه، فيها بزاف ديال الفئات. في الفئه الاقتصاديه كاينه الفئه ديال 1000 درهم، كاينه الفئه حتى ديال 700 درهم 800 درهم، كاينه 1500 درهم، كاينه 1800 حتى 2000 درهم كيتعتبروا فئه اقتصاديه. اليوم بغينا نهضروا على التليفونات بالضبط ديال 1500 درهم، في هذه الحدود هذا 1550 1450 المهم اللي قريبه ل 1500 تقريبا. هاد التليفونات اللي غنعطيكم كاملين هم كيدوروا في نفس الثمن، الا كان الفرق غادي يكون الفرق ديال واحد ال 50 درهم بين هاد التليفون. الاختيارات اللي عندي لكم اليوم في هذا الفيديو هما ريدمي نوت 8 2021، ريلمي سي 25، والانفينيكس هو 10 اس، وتيكنو سبارك 7 برو، وسامسونج الام 12. يعني خمسه ديال التليفونات غادي نعطيكم كل واحد فاش كيتفوق باش تعرفوا شكون اللي يناسبكم. اول حاجه نبدا لكم بالتصميم ديال الهواتف ومواد الصنع اللي كيجيو بها هاد التليفونات هادو. بالنسبه للتصميم فكيبقى اذواق وكل واحد واش كيفضل. عندنا هنا بزاف ديال الاشكال كما كتشوفوا. وثاني حاجه مواد الصنع، مواد الصنع مهمه بزاف، وكما كتعرفوا الفئه الاقتصاديه فاغلب التليفونات ديالها اولا نقدروا نقولوا التليفونات ديالها كاملين كيجيونا مصنوعين من البلاستيك، سواء الظهر ديالهم اولا الاطار. وهنا كاين فرد هاتف شاومي اولا ريدمي نوت 8 2021 اللي كيجينا بفريم تاعو من البلاستيك، ولكن الظهر ديالو كيجينا من الزجاج، وهذا هو الهاتف الوحيد اللي غادي تقدر تلقاه في هذه الفئه. الظهر ديالو كيجينا من الزجاج، وحتى الحجم ديالو ما كبيرش بالمقارنه مع مثلا ريلمي سي 25 اولا الانفينيكس هوت 10 اس اللي كيجي كاكبر هاتف في هذه الفئه، اولا تيكنو سبارك 7 برو. فمن ناحيه مواد الصنع فالريدمي نوت 8 2021 هو افضل هاتف من ناحيه الجوده ديال مواد الصنع. ونجيو دابا للشاشه ديال هذا الهاتف. كما كتعرفوا الشاشه من اهم الاجزاء في الهاتف، شاشه مهمه بزاف انها تكون من نوعيه مزيانه وتكون الدقه ديالها عاليه. الشاشات اللي كيجينا بهم هاد التليفونات هادو كاملين من نوع اي بي اس ال سي دي، حتى واحد ما كيجينا بشاشه اموليد او لا سوبر اموليد او لا اوليد. الفرق كيبقى هنا في الاحجام ديال الشاشه، كل تليفون الحجم ديالو مختلف على الاخر، واكبر هاتف بالنسبه اللي باغي تليفون يكون الحجم ديالو كبير او لا الشاشه يكون الحجم ديالها كبير فهو الانفينيكس هوت 10 اس، والريدمي نوت 8 2021 هو اصغر حجم كما كتشوفوا. بالنسبه لافضل شاشه من ناحيه الدقه فهنا الكفه كترجع للريدمي نوت 8 2021 مره اخرى، اللي كيجينا بشاشه بدقه ديال الفول اتش دي بلس، لان التليفونات كاملين الاخرين المنافسين ديالو كيجينا بشاشه بدقه ديال الاتش دي. اما بالنسبه لوسائل الامان فالهواتف هادو كاملين كيجينا بنفس وسائل الامان، بصمه في الظهر وفيس انلوك، والاداء ديالهم متقارب الى سامسونج ام 12 اللي كيجينا بصمه في الجنب مدمجه في زر الباور، وحتى هي الاداء ديالها ممتاز ما غادي نلقاو فيه حتى مشكل. ونجيو دابا الاهم حاجه واللي هو الاداء ديال هاد التليفونات هادو. التليفونات هادو كيجينا بمعالجات مختلفه، ريدمي نوت 8 كيجينا بمعالج هيليو جي 85، الانفينيكس هوت 10 اس كيجينا بنفس المعالج اللي هو الهيليو جي 85، والتيكنو سبارك 7 برو كيجينا بمعالج نيت من ميديا تيك اللي هو الهيليو جي 80، هذا المعالج اللي مشهور في الفئه الاقتصاديه. والريلمي سي 25 كيجينا بمعالج من ميديا تيك نيت واللي هو الهيليو جي 70، والسامسونج الام 12 كيجينا بمعالج من سامسونج اللي هو الاكساينوس 850. بالنسبه للاداء ديال هاد المعالجات هادو اولا شكون هو معالج افضل من ناحيه الارقام، ف 85 جي الهيليو 85 جي اللي كاين في الريدمي 8 واللي كاين في الانفينيكس هوت 10 اس كتعتبر افضل بنسبه قليله من المعالج اللي كاين في التيكنو سبارك 7 برو الهيليو جي 80. والهيليو جي 80 اللي كاين في تيكنو سبارك 7 برو كتعتبر افضل توا بنسبه قليله من الهيليو جي 70 اللي كاين في الريلمي سي 25، والاكساينوس 850 اللي كاين في الام 12 كتعتبر تقريبا بنفس الاداء ديال الهيليو جي 80، يعني ما بيناتهم حتى شي فرق اللي كبير، تقريبا نفس الاداء، وبجوجهم كيتفوقوا على الهيليو جي 70 اللي كاين في الريلمي 25 بواحد النسبه قليله. باختصار هاد المعالجات كاملين انا نقول لكم باللي راه الاداء ديالهم تقريبا
واحد. هنا كيبقى الاعتماد عاوتاني حتى على السوفتوير ديال الهاتف اللي خديته. كل سوفتوير وباش كيتميز وكل ما كان سوفتوير خفيف المعالج كيكون حتى هو كيعطينا اداء اللي مزيان. وافضل سوفتوير او لا افضل واجهه، كتبقى الواجهه ديال سامسونج هي افضل واجهه بالنسبه لي انا من ناحيه الاستقرار ومن ناحيه المميزات اللي كتقدم هذه الواجهه هذه. ولكن حتى الواجهه ديال ريلمي كتبقى حتى هي توب من ناحيه الاستقرار ومن ناحيه الخفه، كتعتبر خفيفه حتى على الواجهه ديال سامسونج لان ما فيهاش بزاف ديال الانيميشن وبزاف ديال الاختصارات. وبالنسبه للواجهه اللي في الانفينكس هوت 10 اس والتكنو سبارك فتقريبا نفس الواجهه لانهم هما اصلا شركه واحده وما سميات مختلفين ولكن كيبقاو نفس الواجهه. تما بالنسبه للخفه راه واجهات اللي كتعتبروا خفاف ما فيهمش مشاكل. المشكلة اللي في هاد الواجهات هادو ديال تيكنو سبارك 7 برو والانفينيكس هوت 10 اس هو الاشهار، والاشارات كيبقاو مزعجين بالنسبة للمستخدمين. وبالنسبة للواجهة ديال شاومي فالواجهة ديال شاومي ثقيلة شوية بالمقارنة مع هاد الواجهات كاملين، ومازال ما مستقراش يعني وما مأدابطياش مع الهاردوير بشكل اللي ممتاز، وهذه هي أكبر نقطة ضعف بالنسبة لريدمي نوت 8 2021. بالنسبة للبطاريات اللي كيجيونا بهاد الهواتف هادو، فتيكنو سبارك 7 برو كيجينا ببطارية بسعة ديال 5000 ملي أمبير، وللأسف ما كيدعمش الشحن السريع وكيجينا بمنفذ الشحن العادي القديم المايكرو يو اس بي، وهذا عيب في هاد الهاتف. وبالنسبة للإنفينيكس هوت 10 اس كيجينا ببطارية كبر منه في الحجم 6000 ملي أمبير، وتا هو نفس العيب اللي فيه كيجينا بمايكرو يو اس بي ماشي يو اس بي تايب سي. وبالنسبة للإم 12 كيجينا ببطارية بسعة ديال 5000 ملي أمبير وكتجينا بشحن سريع بقوة ديال 15 واط وكيتشارجا عن طريق منفذ اليو اس بي تايب سي. وبالنسبة للريدمي نوت 8 برو 2021 كيجينا بأصغر حجم ديال البطارية اللي هو 4000 ملي أمبير، كتعتبر أصغر حجم مقارنة مع تليفونات كاملين، وكيدعم الشحن سريع بقوة ديال 18 واط وعن طريق منفذ الشحن يو اس بي تايب سي من طبيعة الحال. والبطارية ديال الريلمي سي 25 كتجينا بسعة ديال 6000 ملي أمبير وكتدعم شحن سريع 18 واط وعن طريق منفذ الشحن يو اس بي تايب سي. وريلمي سي 25 هو اللي كتعتبر أفضل هاتف من ناحية البطارية اللي جمعهم كاملين، سعة كبر 6000 ملي أمبير، شحن أسرع 18 واط ومنفذ الشحن يو اس بي تايب سي. نجيو دابا للكاميرات، الكاميرات في هاد الهواتف كيكونوا متقاربين والأداء ديالهم كيكون متقارب بزاف. بالنسبه للدقه اللي كيجيو بها الكاميرات الاساسيه او العدسات الاساسيه ديال التليفونات هادو فجميعهم كيجيونا بكاميرا اساسيه بدقه ديال 48 ميجا بيكسل، والريدمي نوت 8 برو وسامسونج ام 12 هما الوحيدين اللي كيجيونا بعدسه الترا وايد. في ريدمي نوت 8 برو بدقه ديال 8 ميجا بيكسل وفي سامسونج ام 12 بدقه ديال 5 ميجا بيكسل، وكاملين هاد التليفونات هادو كيصوروا فيديو حد 1080 بي، تواعد فيهم ما كيدعم تصوير فيديو بدقه ديال 4K. وكما قلت لكم الاداء ديال الكاميرات في هاد الهواتف هادو فكيبقى متقارب بزاف بشكل كبير، ولكن ضروري يبقى الافضل، والافضل هنا من ناحيه الكاميرا هو الريلمي سي 25 هو اللي غيعطيكم افضل صور ملتقطه بالكاميرا من ناحيه معالجه الالوان ومن ناحيه الاضاءه، فالريلمي سي 25 هو اللي كيتفوق. والخلاصة التليفونات هادو كاملين متقاربين بشكل كبير، وكل واحد كيما شفتو كيتميز في حاجة معينة، يعني انت غادي تشوف وتختار اشنو هو التليفون اللي غادي يناسب الحاجة ديالك. فاش بغيت انت التليفون بالضبط يكون مزيان، هاد الفيديو هذا نتمنى انه يساعدك انك تختار تليفون اللي يناسبك. فالتليفونات هادو ديال 1500 درهم. تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. السلام عليكم.